الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أرمنا مستحسنون على لدينك الحنيف. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان ولا أدوان إلا على الأهل والدوان. وأرقت ما فيها يتخلق سوى الأرض والخيرات وقلوح وماذا معامل ماذا مذيع جديد ومذيع كل شيء خلص ما تبقى إلا ما بعد ذلك، والله أعلم هذا علم الغيب. ولكن القرآن المجيد حين عند تقرؤ تقول إذا كان السماء هذه حالها فيما قبل أيام والأرض نفس الشيء الذي فيها محقق زعما أنا مش مستخدم مش في بعض مش تحول من حالة الموت إلى حالة حياة أي بعد فهذا ما وقعت منه ضربات فيا أمر كما ورد في الأوعية كانوا لما العدمية يبقى الله وحده خالق لا يريد شيء ولا يغني شيء ولا يعصي شيء بدون عاقبة الإيفاء ويتمرد على الله على شأنكم لله فيه هل حبكم منكم بطي أم نكون بكم بطي عدم المبين وشكم المبين وبحضرنا قامت بديون ليش بأن أنا أعيدكم مخبرة وأعطيكم رزق وأعطيكم الرياء وأعطيكم متعة الحياة الآخرة إنزل إذا هذا هو عند الله الرياء الزواء ولي يتربس مثل دوار التلوبين وتمشون حسب ما يريد هو من خبز من الأمر على حساب أمك لماذا؟ أمر محير أن يكون في مبادرية من الله مبادرة فلا تنخص نصيب من الدنيا الأخرى بينهم خيار سنعمل في ذلك من حقوقهم الصحيحة أنا هناك الشركاء لله ولا أصلاح يا الله يسمون صريح الذي يحبس ياخذ بوح وانا سواء مسعودية ماهيش مربوطة بالمواقف هي مرة تنزيلية هو القرآن والنطق هو القرآن والقصة ولا ماهوش سلوك العقلية فدام الكلام موجود أي علم رسول بل مثل النبي عليه كلام الله لا لا نص ولا درس القرآن حتى شيطان لا وحتى القرآن اللي أنت جيت أو الآية تدخل الناس على الآية الواقعة كما وضوح بينة لكن أحيانا أنت تحتمل التأويل وتقول قال التأويل اللي بعدك هو الرحمن الرحيم وصعبت في نفسي وعلى شعب النفس كل الأفلام وصل العالمية العداوة لنفسك يعني تشوف شرطك من تعب من نفسي وتنمي نفسك ومصير حقيقي الدين من عندك فاقل أبوك من عشان الله بس الله السلام.